هل يمكن بعد أن أؤدي عمرك لي أن أذهب إلى الميقات لأداء عمرة لوالدي المتوفى ثم الذهاب مرة أخرى للميقات لأداء عمرة لوالدتي المتوفى حتى لو كان ذلك في يوم واحد أو يومين؟ وهل يجوز لي تكرار نفس الشيء كلما أديت عمرة لي؟ جزاكم الله خيرا. البقاء في مكة لمن جاء بعمرة أو بنسك أفضل له من التردد على الميقات لتكرار العمرة في وقت متقارب، فإن بقاءه في مكة وصلاته في المسجد الحرام كل صلاة عن 100,000 صلاة وجلوسه في المسجد الحرام وطوافه بالبيت أفضل من ذهابه للميقات وتكرار العمرة، وبإمكانه أن يدعو لوالديه وهو موجود في الحرم في حالة طوافه وفي حالة صلاته وفي حالة جلوسه في المسجد الحرام، هذا أفضل له من تكرار العمرة. أما الجواز في الأصل فهو جائز ولكنه خلاف الأفضل، جائز على الصحيح ولكنه خلاف الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.